حفاظاً على السلامة الصحية للمواطنين ومحاربة المضاربة، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سلام من توقيف شخصين وإحباط عملية تسويق كمية من زيت الزيتون المغشوش. العملية تمت إثر مداهمة ورشة سرية بمرآب ولواحق منزل الكائن بإحدى مشاتي بلدية بلاد سلام. الورشة مستغلة من طرف شخصين يبلغان من العمر 19 و46 سنة، حيث أسفرت العملية عن حجز 2700 لتر من زيت الزيتون المغشوش يتم خلطه بزيت المائدة ومواد أخرى لغرض تسويقها بطرق غير شرعية. تم فتح تحقيق في القضية وتقديم المشتبه فيهما إلى السلطات القضائية المختصة وحجز جميع المعدات والبضاعة التي لها علاقة بعملية تحضير مادة زيت الزيتون المغشوش.